عايز اروح شفت طبعا مباراه الاهلي والوداد في الدور النصف النهائي، شفت الماتشين ازاي واداء النادي الاهلي واداء موسيماني كمان. بص رقم واحد مهم جدا لما المدرب يبقى قريب من اللعيبه ويفهمهم بسرعه ويبقى في بينهم زي ما بيقولوا كيمياء كده بلغه الكوره. موسيماني قدر يوصل للعيبه بسرعه من اول 90 دقيقه كويس. لعيبه الاهلي كانت رايحه المغرب مركزه جدا وده اللي فرق معاهم بالنتيجه اللي هناك بالمباراه الاولى. عملوا نتيجه ايجابيه، دي رايحتهم في المباراه الثانيه. تمام. اللعيبه كلها كانت مركزه تركيز عالي جدا. ربنا كرمهم عشان هم مركزين باداء ونتيجه عاليه. فادتهم في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه برده كانوا مركزين جامد جدا، عاملين حساب لفرقه الوداد اللي النادي الوداد برده مش كسبان اتنين مش مريح انت لو كنت نازل مريح كانت ممكن المباراه تتقلب عليك، لكن انت لما تبقى مركز وكمان في وسط ملعبك وفي وسط يعني في وسط بلدك تعمل نتيجه واداء كويس، اعتقد ان دي حاجه كويسه. اللعيبه كانت عايزه تثبت للمدرب اللي احنا قدها، عايزه تثبت للجمهور اللي احنا قدها ودود اللي احنا ما وصلناش من فراغ، لا النادي الاهلي احقيته ببطوله افريقيا. ده اللي انا اعرفه. اتمنى ان شاء الله المباراه النهائيه يكون نفس التركيز بتاع قبل النهائي. وتبقى 10 ايام بالظبط. هم عندهم مباراه الجيش دي مباراه احتفاليه، انا شايف او رايي يعني من وجهه نظر الراجل يريح بعض اللعيبه، يقدروا يبقى عندهم يعني يعملوا ريكفري لغايه المباراه، يركزوا بشكل كويس، يقدر دلوقتي يعتمد على اللعيبه الناشئين والناس اللي صاعده يديهم برده فرصه بحيث ان الاولاد دي برده ما تبعدش عني، تاخد الثقه اللي انا بحس ان انا بعد كده لو احتجت حد منهم يبقى قريب. اللعيبه الكبيره طبعا كلهم دلوقتي نجوم وحاسين بقيمه المباراه. انت دلوقتي بتلعب خلاص نهاية افريقيا، فلا بديل عندك غير الفوز. عندك العشر ايام دول يا اينو عايز اروح يعني ليهم. النهارده التركيز بيبدا من خارج الملعب مش من وقت 90 دقيقه. اكيد. وانت النهارده لعبت نهايات كتير مع النادي الاهلي ومحقق 13 بطوله، في العشر ايام دول ايه المسؤوليه اللي ممكن اللعيبه تعملها او وقع على عاتق اللعيبه علشان نقدر نوصل ان شاء الله ليوم 6 باعلى تركيز واعلى مستوى فني من انا عايز المسؤوليه على اللعيبه او نصيحتك للعيبه خلال الفتره دي. لا هم دلوقتي طبعا اللعيبه دي كلهم بيلعبوا منتخب مصر ولاعيبه نجوم يعني، بس هو دلوقتي الطبيعي ايه؟ تفضل ماشي زي ما انت ماشي كويس، يعني كل لعيب عارف ايه اللي بيفوقه وايه اللي بيهمده وايه اللي بيكسله. في واحد مثلا بياكل مثلا، لا انا الفتره دي مثلا بظبط وزني، بظبط اكلي، بمشي على نظام معين، بقلل الدنيا، بحرم نفسي من حاجات. ودي نقطه مهمه جدا، لعيب الكوره لازم اوقات بيحرم نفسه من حاجات كتيره، ده لعيب الكوره اللي عايز يوصل. فانت بتبقى عارف انا ببقى كويس امتى، امتى ببقى فورمه، لازم انام كويس الفتره دي، لازم استعد بشكل كويس. حط تحت كلمه استعداد بشكل كويس دي كل حاجه بقى، من اكل الوزن لنوم كويس لراحه بدنيه. انت دلوقتي مش هتلعب مباراه الجيش مثلا عشان انت مطالب ان انت تريح عشان تقدر تديني مباراه النهائي، ما اروحش بقى اسهر، ما بروحش. لا الحاجه الثانيه كمان بيتم قبل المباريات الافريقيه 4 مساحات الكورونا، فالنهارده انا يعني اختلاطي بالناس والخروج والكلام ده لازم احافظ على نفسي واحافظ على صحتي علشان فرقتي محتاجاني. اكيد طبعا. فما اقدرش ابعد عن الفرقه بسبب يعني اهمال زي ما بقول. اعتقد اللعيبه دلوقتي يعني في مسؤوليه طبعا. في مسؤوليه، فهو دلوقتي عارف انا بنزل من بيتي، عارف ان انا بروح اذا كان التمرين بخلص دوري وبخلص شغلي وبرجع على البيت. مفيش مجال بقى دلوقتي ان انا اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح، الا يعني مش بقول لك احبس نفسك بس يعني في اديد الحدود. المشاوير اللي هي بتبقى فعلا تستحق اللي انا انزل لغايه بس التسعة ايام ولا العشر ايام دول. بقفل على نفسي كويس قوي، بعلي درجه الاستعداد وتركيزي كويس قوي للمباراه. بعد المباراه بحقق الهدف اللي انا عايزه، ببسط جماهيري، ببسط النادي بتاعي، بثبت ذاتي، بعد كده خلاص الدنيا بتبقى قدامك. خلاص اخدت كام بطوله افريقيه مع النادي الاهلي؟ 2008 خدت 2 سوبر افريقي. سوبر افريقي وخدت لا خدت انا واخدت 13 بطوله بس يعني لو عديتهم 5 دوري و كام قول لنا كل الخمس سنين اللي في النادي الاهلي من 2007 ل 2012 انا واخد 5 دوري كل سنه باخد الدوري.